نرحب بيكم مرة تانية مشاهدينا بعد الفاصل. النهاردة معانا أستاذة شيري رفعت شيف مخبوزات، هتكلمنا على طرق الكرواسون والسينابون وبعض الحاجات اللي ممكن نعملها في البيت تبقى سهلة جدا، لأنه ناس كتير بتعول هم المعجنات أو العجائن في البيت. فخلونا نعرف النهاردة طريقة سهلة وتطلع الأكل حلو. أهلا بيكي شيري، مشرفانا ونورانا النهاردة. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبين. بمناسبة العام الدراسي بدأ ليه شهر كده، فهنقول طريقه النهارده للسينابو والكرواسو. طبعا دي مش الطريقه الاصليه، لكن دي طريقه عجينه مغذيه ممكن نعملها للاولاد في المدارس وتبقى جميله جدا. المقادير بتاعتها عباره عن باكت خميره عليه معلقه كبيره سكر، معاه نص كوبايه ميه دافيه، كيس لبن بودره، بيضايه، معلقه كبيره خل، كوبايه زبادي، معلقه كبيره عسل نحل، رشه ملح، ربع كوباية زيت، من 4 لربع ل4 وربع كوباية دقيق على حسب نوعية الدقيق وحسب حجم السوائل والكوباية بتاعت كل واحدة فينا يعني. ممكن نضيف لها شوفان، وممكن نضيف لها سمسم، وممكن نضيف لها حبة بركة لو احنا محددين احنا هنعمل حلو، هنعملها حلو يعني ولا حادق. الطريقة اللي بعد كده، هنجيب باكت الخميرة نحط عليه معلقة كبيرة السكر بتاعتنا، معاه نص كوباية مية دافية، معاه كوباية لربع دقيق. ليه؟ أول حاجة بنتأكد من سلامة الخميرة هي مظبوطة ولا لأ، عشان ممكن نجيب باكت خميرة يطلع بايظ، فبدل ما نحط كل المكونات دي وفي الآخر يطلع مش كويس. بعد كده بنحط عليه كوباية لربع دقيق ونقلبهم مع بعض ونسيبهم في مكان دافي لمدة نص ساعة. لو ارتفعت معايا تبقى الخميرة اوكي ريدي جاهزة، لو ما ارتفعتش معايا يبقى بنستبدلها بخميرة تانية. طب وانا ما بعرفش ان كان الخميرة يعني شغالة ولا مش شغالة الا بالدقيق، يعني ممكن اعملها خميرة وسكر ومية بس هعرف؟ ممكن، بس دي بتبقى في الخماير اللي هي اللي كنا بنجيبها زمان من الافران بتاعة العيش، خميرة بيرة مش خميرة فورية. يعني ما يفضلش دي تأكيدا اكتر، وبنسيب الخميرة لان يعني في خماير بتبقى ضعيفة سنة، مش بايظة بس بتبقى ضعيفة سنة، فنسيبها على اساس نتأكد بس ان هي ارتفعت وبقت كويسة يعني. تمام. بعد كده بنسيبها نص ساعة نطلع، لو ضعفت وبقينا لقينا على الوش كده شوية فقاقيع من فوق يبقى تمام زي الفل. نبدأ بقى نحط باقي كل المكونات بتاعتنا. أهم حاجة بعد ما نحطهم نعجنهم كويس ونكمل باقي جزء الدقيق طبعا اللي احنا خدنا منه كوباية إلا ربع في الخميرة قبل كده، نعجنهم من 8 ل10 دقايق سواء على عجان أو على إيدي زي ما نحب يعني. بعد كده بسيبها لمدة ساعة تخمر لحد ما يتضاعف حجمها. كل ما الخميرة بتكون كويسة كل ما بيتضاعف، بس ما نسيبهاش كتير عشان طعم الخميرة ما بيبقاش لطيف لو تسابت أكتر من كده يعني. في ناس بتسيبها من بالليل الصبح مثلا. لا، دي في حاجات تانية، دي في حاجات الفايش البلدي والصعيدي وحاجات تانية. لكن مش المخبوزات والبيتزا وكده ده لا. يعني ماكسيموم ساعة علشان ما تبقاش طعم الخميرة مش كويس في بقي يعني. بعد كده بعد ما نسيبها ساعة بنبدأ نشكل. لو احنا عايزين شكل الباتيه أو الكرواسون ليهم طريقتين. أول طريقة بنفردها خالص على شكل دايرة تمام، ونحط زبدة، بس الزبدة ما تكونش سايحة تماما وما تكونش جامدة، تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة يعني. تمام. بندهن القرص اللي أنا عملته أو الدايرة اللي أنا عملتها وبقسمها زي التورتة 8، ده لو أنا هعمل كرواسون. لو أنا هعمل باتيه بعملها على شكل مستطيل وادهنها بالزبدة وأبدأ ألف رول وأقطع، ألف رول وأقطع على حجم الباتيه اللي أنا عايزاه، كبير، صغير، متوسط. طبعا لما باجي ألف رول الزبدة مع الزبدة بيديني شكل الباتيه اللي هو أصل اللي بيبقى مورق قوي، لكن مش بالظبط، لكن هو بيديني التوريقة اللي في الباتيه. تمام. في طريقة تانية عشان لو أنا عايزاه حجم أكبر أو عايزاه مقاس أكبر من كده سواء في الباتيه أو الكرواسون، بجيب الطبقة في الكرواسون لو دايرة أو في الباتيه لو مستطيل،
وبعمل طبقتين، بفرد العجينه بس ما تكونش رقيقه قوي زي رق خفيف، لا تكون سميكه حاجه بسيطه. تمام. واروح جايبه وادهن زبده واجيب رق تاني وادهن زبده وابدا الف واقطع زي اللي قلنا قبل كده، بنقطعها تورته. يعني انا بجيب لو انا هعمل عايزاها اكبر، اكبر تقصدي اكبر عرض ولا اكبر علو؟ اكبر علو عشان تبقى أكثر. بيبقى فيه لايرز كتيره فيها، طبقات كتيره فيها، فبضطر اعمل واحده اتنين ممكن ثلاثه. بعد كده لو انا عايزاها لونها احمر من فوق او اللي هو بيبقى درجه الاصفرار الخفيفه دي، بجيب بيض معاه لبن. لو احنا هناكله احنا لينا بنجيب قهوه سريعه الذوبان، بتدي طعم جميل جدا. وممكن مع البيض، مع البيض ومع اللبن، ومع يعني حاجه بسيطه كده فانيليا سايله لان بتبقى ريحتها قويه، بدهن بيها وبعدين برش عليها سمسم، حبه بركه، مش عايزه ارش خالص، اوكي يعني وات ايفر زي ما انا عايزه. بحط فانيليا حتى لو هو حادق؟ حتى لو هو حادق الطعم مش هتحسيه قوي لان دي نقطه. طب وليه ما احطش ملح وفلفل؟ يعني ما مش هتبقى قوي عشان الفلفل ليه لون اسود، فهيبقى شكله باين، مش هيبقى يعني لطيف. لكن لو ملح وفلفل اتس اوكي. وممكن بدأ لو انا عايزاه خلاص متاكده حادق، ممكن احط نقطه بالعدد ليمون او نقطه خل. طب انا لو عايزه احشيه بقى، لو انا عايزه اعمل نفس الطريقه بس يبقى من جوه فيه جبنه لو حادق او اي حاجه، وانا بقطع مثلاً. انا وانا بقطعه كتورته او بقطعه كمستطيلات عشان اعمل الباتيه، بروح جايباه وحاطه الحشو فيه. وممكن لو انا مش عارفه هحشي ايه دلوقتي لاولادي بسيبه زي ما هو، وبعد ما يطلع يعني ممكن ده بعد ما طلع بنجيب السكينه ونفتحه كده ونحشي فيه اي حاجه احنا عايزينها. يعني طريقتين، ده الباتي او الكرواسون ممكن نفتحه بس بيكون اكبر شويه لو احنا هنفتحه بالسكينه يعني. تمام اوكي. السينابون بقى، السينابو بفرده دايره واحط معاه بدهنه زبده كويس قوي وبرشه سكر كويس قوي، لاني لو انا في العجينه من الاول عايزاه هعملها كلها سينابو بزود سكر شويه، بزود معلقه زياده عسل ومعلقه زياده سكر، ده في العجينه الاولانيه. لكن لو انا هعمله كذا شكل وانا بفرده اروح مزوده السكر شويه. يعني السينابون ده معمول بنفس العجينه بتاعه الباتيه والكرواسون. تمام. وممكن نعمل منها بيتزا، انا بعمل منها بيتزا في البيت بتطلع رائعه ما فيهاش مشكله. حلو. بنفردها بعد كده دايره ونحط طبقه زبده محترمه ومعاها سكر كتير. سكر عادي ولا سكر بودرة؟ عادي اللي احنا بنشربه، وممكن في المحلات بره بيعملوه بسكر بني. تمام. وبعد كده هنا بسكر بني؟ لا ده سكر عادي اللي احنا بنشربه. البني ده قرفه. تمام. وبعد كده بنرش طبقه كتيره قرفه لان السينابون اساسا معروف بالقرفه، هو قرفه يعني. تمام. وبعد كده بنخبزه. اهم حاجه في الخبز بعد ما بنشكله نسيبه لمده نص ساعه واحنا مغطينه وفي مكان دافي قبل ما نحطه في قبل ما نحطه في الفرن. في الفرن تبقى على درجه الحراره 200 لا اكتر ولا اقل، واللي ما عندهمش تايمر او بتاع الحراره بنحطه في درجه حراره متوسطه ونسيبه من 15 دقيقة ل 20 دقيقة ماكسيمم، عشان لو زاد عن كده هينشف معايا، حتى لو غطيته بعد ما يطلع مش هيبقى لطيف. والباتيه والكرواسون قد ايه؟ برضه كده من 15 ل 20 دقيقة حسب درجة الاحمرار فوق وتحت. بيطلع بسيبه دقيقتين بس الهواء يعني السخن يروح منه دقيقة أو دقيقتين ماكسيمم، واروح حاطة عليه فوطة نظيفة واسيبه شوية لحد ما يبرد، هيطلع طري معايا وكويس. لو انا عايزه احفظه برضو في الديب فريزر ممكن بحطه في الفريزر اطلعه يفك من التلج بتاعه وادخله الفرن اسيبه يدفى او يسخن زي ما اكون بسخن عيش عادي خالص، واطلعه اغطيه بفوطه برضو هيبقى طري كانه طالع مخبوز عادي جدا. طب وقلتي لي الطريقه قبل التصوير اللي هي الرش الميه لو هو بقى ناشف. لو احنا بقى في الصيام وعايزين نحمر الكرواسون او الباتيه من فوق نحمره ازاي؟ بنجيب زي بتاعه المكوه ونحط فيها ميه وسكر عادي ونرش عليه قبل ما يدخل الفرن كميه كويسه بس مش كتير، يعني
مش كتير قوي لحد ما العجينه تتبل، يعني احنا بنرش رشات خفيفه كده ونحط عليه سمسم، حبه بركه. لا أي لو حاجة. انا دلوقتي هو اذا انا سويته وسبته بره وبعد ما سبته بقى ناشف، يعني انا دلوقتي الحاجات انا عملتها وحلوه ومش ناشفه، وبعدين بعد شويه بعد ساعه بعد اتنين صحيت الصبح لقيت الحاجات نشفت مني وحطيتها في الميكرويف. ساعات كتير لما الميكرويف لما بحط فيه اي مخبوزات واطلعها لما بتطلع بتنشف. تمام. فالمفروض نعمل ايه بقى؟ بنجيب البخاخه دي بميه ونرشها، بس رشه خفيفه. قبل الميكرويف ولا بعد؟ لا قبل. تمام. ويطلع من الميكرويف اروح مغطيه بفوطه، بس يعني عشان نبقى فير مش هيطلع زي ما كاني مثلا طلعته من الديب فريزر ورحت حطيته في الفرن. لانه خد الهواء مني طول الليل او طول ما انا سايباه. فالافضل اني لو مش عايزه اعمله دلوقتي اخليه عجينه من غير ما اسويه. لا بنسويه بنسويه، واول ما بيطلع ويبرد بنحطه في الديب فريزر، نطلع منه يفك ونسخنه في الفرن ونغطيه. وممكن نحشي الباتيه والكروسو حاجات كتير، اي جبن اي فراخ عندنا زايده مننا ومش عارفين نتصرف فيها ازاي، كل دي حاجات تنفع فيها. شيريا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، واكيد هيكون لنا لقاء تاني عشان نعرف حاجات تانيه ممكن نعملها في البيت. ميرسي. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. مشاهدينا حلقتنا معاكم لسه ما خلصتش، هنخرج لفاصل ترجع لكم ميرفت بعد الفاصل، انتظرونا بعد الفاصل. برحب بكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقراتنا وتأملات في سفر الأمثال. قبل ما نقرأ أمثال 21-4 خلوني أرحب بضيفي اللي بيشرفني وبيسعدني جدا، قدس أبونا برسوم عريان كاهن كنيسة مريمينا بأرض الأحلام. أهلا بقدسك يا أبونا، منورني. بس اسمح قدسك تقرأ لنا أمثال 21-4. يقول: طموح العينين وانتفاخ القلب نور الأشرار خطية. بداية الآية بتتكلم عن طموح العينين، خلينا نفسرها أكتر ونعرف يعني إيه طموح العينين. طموح العينين الترجمة يعني ممكن تكون فهم نفهمها النظرة المتعالية، النظرة اللي من فوق. الطموح تمام، الواحد لما بيكون عن طموح باصص، لكن هي النظرة المتعالية في كبرياء يعني. يعني مش الطموح العادي اللي بيطمحه أي إنسان. مش هو مش مقصود به الطموح الإنسان العادي اللي هو عايز يبقى أحسن وأفضل. لا، العينين اللي هما الطموح ممكن بمعنى التعالي، نظر متعالي. الواحد شايف بيبص كده من برج عالي بيشوف الناس أقل منه، عنده كبرياء. علشان كده ربطها بعد كده وقال انتفاخ القلب. اللي بيدل على الكبرياء. قلب منتفخ يعني إيه؟ يعني متضخم كده، عامل زي البالونة المنفوخة، أو زي يقول الواحد ده منفوخ على الفاضي. منفوخ على إيه يعني؟ ساعات نقول ده يعني منفوخ على إيه؟ منفوخ على إيه بس؟ بكون يعني معناه مقصود بها مش منفوخ يعني هوا، لا، كبرياء. من المعروف ان الشباب يمكن اكتر فئه عندها طموحات كثيره قوي، وكل انسان بالتاكيد عنده طموح معين في حاجه معينه، لكن امتى الطموح ده يتحول لخطيه؟ لما يتحول لطمع. الطموح حاجه والطمع حاجه. الطموح ان انا عايز ابقى افضل واحسن واكون ليا هدف، ان واحد عايز يبقى مهندس غلط او دكتور. لا غلط. لا لا، انه يبقى حاجه كويسه. انه يخدم بها الناس. ويبقى عنده مركز كويس. لكن مش الطموح المقصود بها هنا في الايه. الطموح هنا مقصود بها النظره المتعاليه، الكبرياء. ويكون ما بيشبعش مثلا، يعني يوصل لحاجه عايز تاني. طمع ده. يعني يتحول من طموح لطمع. لطمع. تمام. هو والطمع ده ما يحب يعني ايه، حتى اللي في ايد فلان عايزه، ده عايز ده وعايز ده، مش عايز لحد ياخد حق. لا، عايز كله حاجه دي هو. انا فوق الراس. راس القايمه بقى. لا، انا وبس، انا وبس. هنا سليمان الحكيم قال انتفاخ القلب. ليه ركز على القلب؟ ليه ما قالش العقل مثلا؟ لان اي فكر يعني بدايته في العقل. ليه هنا اتكلم على القلب؟ هو يقصد الحب والمشاعر، مشاعر الكراهيه ومشاعر الحب.
فين؟ في القلب. يقول لك ده بيحب بيحب من قلبه، تحب رب إلهك من كل قلبك. عشان كده قال يا ابني أعطيني قلبك. هو عايز القلب، والقلب معناها المشاعر. زي ما قلنا يمكن الشباب هم أكتر فئة بيبقى عندهم طموحات كتيرة قوي، ومن سمة الشباب برضو الاستعجال، بيبقوا مستعجلين عايزين يحققوا أكتر، يعني أكتر طموحات في أقل وقت ممكن. تقول إيه قوتك للشباب اللي من النوعية دي؟ تقول لهم إيه اللي عايز ينجز بسرعة ويخلص في أسرع وقت؟ مفيش مانع أنه عايز ينجز وعايز يخلص، بس كل شيء تحت السماء وقت. تمام. يعني واحد في أولى ابتدائي لسه قدامه 6 سنين عشان يخلص 6، وهكذا في الكلية أول ما دخل الكلية لازم يعد 4 سنين عشان يخلص. تمام. يبقى كل شيء تحت السماء وقت. مش هيبقى مهندس أول ما دخل الكلية خد الكارنيه بتاع النقابة وبقى مهندس، لازم يبقى عارف ان كل شيء تحت السماء. والاستعجال ساعات يوقعنا في غلط، يعني الانسان عاوز يغنى بسرعه يبقى غني بسرعه، يعني ممكن يشتغل اي حاجه حتى لو حاجات غير شريفه. تمام. انه يبقى غني وخلاص، اهم حاجه فلوسه وخلاص. باقي الايه بتقول نور الاشرار خطيه. خلينا نفسرها اكتر، ويعني ايه الطموح والتكبر ممكن يكون نور للاشرار؟ هو شايف انه ده حاجه حلوه، النور ده بقى حاجه حلوه. فنور الأشرار هو شايف إن ده أحسن حاجة ليه، وبيعمل كل حاجة لمجد اسمه ونفسه. وكل حاجة بيعملها مش لهدف الآخرين ولا لمجد ربنا، لا ده المجد نفسه عشان يشبع شهواته ورغباته، زيادة في شهرته، عايز يجد يعني الحاجات الفاسدة اللي في جوه، تكون في فساد من جوه عشان القلب مليان فساد. تمام. واحد فاسد في مكان عايز يفسده كله، لأنه الإنسان يعني لو الإنسان فاسد وفي إنسان جاد في الشغل هيكشفه، فمش عاوز الكويس ده، عايز يطيره من أي. فيقول نور الأشرار خطية، خطية إن أنت عاوز تخلص على اللي حواليك عشان تفضل أنت فسادك وشرك، وتبقى منتفخ القلب وشايف أنت الكل في الكل، وأنت اللي عايز تعمل كل حاجة مفيش حد عاجبك. فعاوز يقول إيه؟ كل حاجة لخدمة ذاته. باختصار، حتى لو في خدمة لخدمة ذاته. قدسك دلوقتي بتوضح لنا نقطة مهمة قوي، إن الإنسان المتكبر اللي عنده طموح لأغراض ذاتية، يعني واحد مثلا زوج عايز يبقى كويس عشان هو نفسه، مش عشان مراته، مش عشان أولاده، مش عشان برافو عليك. هو دلوقتي بيقول إيه؟ يعني حتى بيشتغل عشان يقول أنا، وحتى أنا بابا تحترموني، بيدور على ذاته بس، مش بيدور على ابنه ان هو تعبان. حتى لو الابن غلط مثلا، ازاي تعمل كده؟ تشوف الاب عمل ايه على الابن الضال؟ جري عليه وخده في حضنه. تمام. ما قالش ازاي يعمل فيا كده، لا ما يخشش، انا مش عايزه، ده غلط فيا، ما فيش كبرياء، ده الاب حنين. لكن الانسان اللي هو شايف ذاته وكل حاجه لذاته، هو ده بيعمل ايه؟ عنده كبرياء. تمام. فما يقبلش لغيره ولا مراته ولا عياله، ويا ويلي اللي يغلط فيه، يا ويلي دوس له على طرف زي ما بيقولوا. تحب تختم لنا الفقره بايه يا استاذ ابونا؟ عايزين روشته روحيه كده سريعه. يعني الانسان يفكر يعيش في مخافه ربنا، دي اهم حاجه. ما يكونش عنده كبرياء لحد، اصل الكبرياء ده هو ايه؟ هو اللي وقع الشيطان. تمام. وقبل الكسر الكبرياء، وقبل السكوت تشمخ الروح، الروح زي القلب زي ما بيقول كده. الكسر الكبرياء، الواحد يتكبر فوق يقع الكسر على يعني يقع على رقبته الكسر. والانسان المنتفخ او تشامخ الروح ده بيضع نفسه. تمام. وعشان كده يقول كمان نور الاشرار خطيه، يعني شايف ان هو كويس وان هو كويس قوي، وبيعمل كل حاجه عشان يمجد ذاته اكتر، مش مجد ربنا ولا المجد ايه اللي حواليه. ما يحبش حد احسن منه، ولو في الخدمه يا يخرب الدنيا لو حد كويس، ويفضل يطلع فيه القطط الفصاله، يظهر هو ويخفي وكل اللي حواليه يختفي. لا شريك له. لا شريك له. يعني حد يشاركه في النجاح، يبقى هو لوحده في الناجح. فيبقى هو عايز يستحوذ على كل حاجه، هو الكل في الكل. دي مشكله. فهو بيضيع نفسه وده اللي حواليه. قلبه اتنفخ خلاص، وهو عامل عايز عاش ان هو كبير ونجم في نور كده، زي ما بيقول ده نجم يعني ايه.
هو الصوت نجم يعني بينور كده. تمام بشكرك جدا استاذ ابونا برسوم عريان كاهن كنيسه مريمين ارض الاحلام، شكرا جزيلا لاستاذ. بشكركم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وبنتمنى ان انتم تكونوا استفدتم واستمتعتم بحلقتنا النهارده. اشوفكم في حلقه جديده من يجد.